صباح الفل على كل متابعي وثائقي من الواقع في كل مكان. معانا النهارده حالة إنسانية هيندى لها الجبين. هتسمعوا أغرب قصة ممكن تشوفوها النهارده لفاطمة، فاطمة بنت محافظة كفر الشيخ اللي عمرها 15 سنة. فاطمة النهارده مرمية في الشارع، لا أب ولا أم ولا أي حد. هنعرف القصة وهنعرف كل التفاصيل من فاطمة خلال البث المباشر ده، وهنعرف إيه ظروف فاطمة، ويا ريت أي حد من المسؤولين أو كل اللي يخش اللايف دلوقتي يكون معانا ويشير الفيديو ده. عايزين نوصله لوزيرة التضامن الاجتماعي والوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لأن فاطمة عندها 15 سنة وقاعدة في الشارع عرضة لأي حد ماشي في الشارع إن هي فاطمة تكون ضحية ليه. ازيك يا فاطمة، عاملة إيه؟ الحمد لله. إيه، احكي لنا ظروفك يا فاطمة. إيه اللي وصلك إن أنت تقعدي في الشارع؟ احكي لنا أنت مين؟ ظروفك إيه؟ بتعملي إيه؟ إيه اللي وصلك إن أنت تبقي في الشارع؟ على مين؟ انا كنت عايزه اسمع اهلي وسبتهم ومشيت. انت اللي سبت اهلك ومشيتي؟ اه. سبتهم ومشيتي ليه؟ عشان كنت عايزه اسمعهم. وانا دلوقتي قابلني يا ابو احمد. احكي لنا ظروفك يا فاطمه، والدك فين؟ والدتك فين؟ ايه اللي وصلك ان انت تبقي في الشارع يا فاطمه؟ ان انا كنت عايزه اسمع اهلي. والدك عايش؟ لا. والدك متوفي؟ لا. والدتك فين؟ والدتي في البيت. والدك في البيت عايش هي ومين؟ عايش هي واخويا واخواتي وجوزها. وجوز امك. يعني هي والدتك بعد ابوكي تزوجت. طيب انت سبتهم ليه بقى؟ عشان ما ينفعش ان انا اقعد معاهم. ما ينفعش ان انت تقعدي معاهم. يعني انت اللي سبت البيت ولا والدتك اللي طرشتك من البيت؟ انا مشيت ووالدتي ما كانتش عايزاني امشي. يعني انت دلوقتي والدتك لو بتشوفك تيجي تاخدك؟ مش عارف. لا، ما احنا دلوقتي احنا بنناشد. انت منين اصلا يا فاطمه؟ انا من كفر الشيخ. منين في كفر الشيخ؟ اذكروا عنوانك على طول، مظبوط العنوان التفصيلي، علشان دلوقتي عايزين اي حد يا جماعه يا ريت نشير اللايف، اي حد من اسره فاطمه او اي حد من مركز قلين بمحافظه كفر الشيخ او اي حد يقدر ان هو يساعدنا ان احنا نوصل فاطمه لاهلها، لان طبعا هيكون معانا دلوقتي الراجل الطيب ده ابو احمد. ابو احمد اللي هو جابها من وسط الشباب ومن على محطه القطار، وحاول ان هي تبقى زي بنته او ان هو يقدر ان هو يساعدها ويلمها من الشارع. طبعا احنا عارفين ان احنا في ايام، الايام دي ايام صعبه، والشباب دلوقتي يعني هي تبقى عرضه لاي شاب في الشارع. احكي لنا يا فاطمه كده ظروفك يا فاطمه. انت سبت اهلك من امتى؟ بقالك قد ايه في الشارع؟ كنت مقيمه فين طول الفتره اللي عدت لحد ما قابلت ابو احمد؟ هو انا مقابله. علي صوتك، علي صوتك وامسك المايك، علي صوتك. هو انا مقابله ابو احمد امبارح. مقابله امبارح فين؟ حددي المكان. على كفر الشيخ. في محطة كفر الشيخ. أه. تمام. قال لك ايه؟ ايه قال لك تيجي تقعدي معايا، بس انت عايزاك في الشارع دي، انت مش هتبيعتي كمان فيكي حاجة وكده. تمام. وانا وصلت فيه وجيت معاه. وانت سايبة البيت بقالك قد ايه يا فاطمة؟ 4 أيام. 4 أيام بس؟ يعني انت آخر مرة شفت والدتك وإخواتك من 4 أيام؟ طيب والدتك عايشة هي ومين؟ عايشة وجوزها. هي وجوزها بس؟ وإخواتك في ليه كم أخ؟ أنا ثلاثة. اكبر منك ولا اصغر منك؟ اكبر منك. اكبر منك. وهم عايشين فين؟ عايشين معاها. عايشين معاها؟ مع والدتك. يعني اخواتك ووالدتك عايشين مع جوز امك. تمام يا ابو احمد. نعم. تعال الناحية. انت قابلت فاطمه فين او لقيت فاطمه فين يا ابو احمد؟ انا لقيتها على محطه كفر الشيخ، وشباب صغيرين كده يعني 16 17. ادوا له المايك، ادوا له المايك يا فاطمه. كانوا عمالين ايه يبصوا لها ومش عارف ايه، فانا خفت عليها. تمام. فجبتها معايا وقلت لها تعالي يا بنت اما اشوف ظروفك ايه ودنيتك ايه. فانا بسالها، قالت انا طلعت من بيتنا وماليش مكان ولا ولا ولا. فقلت لها تعالي وبلغت حضرتك بقى. تمام تمام. طيب احنا بنناشد دلوقتي اي حد، يا ريت كل اللي يخش دلوقتي لايك على الفيديو ده او على البث ده، ويا ريت كلنا نعمل مشاركات، او اي حد عارف اي حد من محافظه كفر الشيخ وتحديدا من مركز قلين، يا ريت يساعدنا ان احنا نوصل لاسره فاطمه لامها. انا مش عارف ازاي امها سابتها انها تمشي. فاطمه عندها 15 سنه وعايشه في الشارع، يعني فاطمه دلوقتي معرضه لشباب الشوارع والاولاد الشوارع. طبعا فاطمه بتنام على الرصيف بتاع محطه القطارات، باتت في طنطا وباتت في محافظة كفر الشيخ وباتت في مدينة سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ زي ما قالت لنا. طبعا يا ريت اي حد يخش معانا اللايف ان هو يشارك اللايف ده باسرع وقت، علشان فعلا الجو مش كويس، والجو ده اصلا محدش مستحمله، زائد ان هو ربنا وقف لها الراجل الطيب اللي قدامكم ده ابو احمد،
وقف الراجل الطيب ده في طريقها، واللي هو ما قبلش ان هي زي بنته وتكون عرضة للشباب في الشارع. شكرا لحضراتكم، وياريت اي حد يخش معنا دلوقتي او اي حد يعرف اي جروب كبير في محافظة كفر الشيخ يشارك اللايف ده عليه. دمتم في امان الله.